الله يحفظك. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ الله يحييك ويبارك فيكم. احنا والله ممنونين منك. احنا اهل الموصل نقول ممنون، يعني شكرا كثيرا. يعني انت رجل تستاهل تكون سفير الجمهورية الإسلامية، لأن خير من تمثلهم. علاقاتك طيبة وتواصلك حقيقي مع الناس وتنزل الناس منازلهم، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من جدته سفانة بنت حاثم الطائي قالت له أنا بنت من يكرم الضيف وأريدك، قال اطلقوا صراحة، قالت له وقومي، قال اطلقوا صراحة قوم علشان خاف. راحت إلى أخو عدي قالت له روح بايح هذا الرجل، إذا هذا نبي تحظى بشرف الدنيا والآخرة، وإذا هو ملك عادل فهو ينزل الناس منازلهم. عاد أنت سعادة السفير، مكانة الجمهورية الإسلامية معروف يعني لدى العالم، وجودة في العراق معروف، وأنت تواصلت وتنزل الناس منازلهم، يعني حقيقة احنا نشكرك كثير. ونتمنى يعني كثير من السفراء يحذون حذوك، لأن أنت تعرف الناس والتعامل مع الناس باحترام وبطريقة جيدة، لأنك أنت رجل محترم واختيار موفق. والله محييك. شكرا لكم هذا الاستقبال. الله يحفظك. وأنا بين أهلي وإخواني وناسي، ما قلت في مقابلة سابقة أنا لست طارئ على العراق. نعم. أنا عشت في العراق كثيرا ولدي كثير من العلاقات مع كثير من أطياف المجتمع بكل مكوناته. وأطياف ذلك أذهب وألتقي وأسافر إلى المحافظات، وأتمنى إن شاء الله يكون لي زيارة قريبة إلى الموصل. أنا أوجه لك دعوة نسلمك بين أهلك وأنا. وصلتني دعوات أيضا سابقة، ولذلك صرت أشد حرصا. لا أنا حريص الدعوة تكون عندنا. عند أمس عند الأخوة عشيرة، يعني كل عشائر الموصل، وأخص لك عشيرة شمر بصورة خاصة. أمس أنا أوجه لك دعوة. شو مشاعر عشائر شمر وجربة بالذات لعامل الموصل. اي الله يجزاك خير. ان شاء الله يكون لنا بس بعد الاعلام نتحدث. لا والله انت يستاهل الواحد يكون علاقته معك على الاعلام، لان سعاده السفير احنا علاقتنا واضحه، ليس علاقه تحت طاوله. احنا نتاسف من بعض السياسيين اللي هو يحط ايده بيدك. انا اخشى الاعلام في اللقاءات من ذكر الاسماء قلت حتى بعضهم يتكلم على الجمهوريه الاسلاميه في الاعلام، وهو بالحقيقة يروح من وراء الكواليس إلى الجمهورية. هذا عيب والله على الرجل. والله أنا من هسع أثني عليك، أنا ما قاعد أجامل، والله أنا أقول حقيقة، أنا معجب بك، أنت من أفضل السفراء في العراق، ونتمنى من بعض السفراء الدول اللي نحبه يجيبون شخصية مثلك يتواصل، مثلك ينزل الناس منازله، مثلك يعرف يتعامل مع الناس. أنا أقول هذه ما أتمناه يعني. هذا تزبي يا جناب الشيخ. الله يحفظك. وحنا إذا خاوينا سعادة السفير نخاوي على نقع على وضاح، ليس نخاوي بشكل ونتكلم بشكل ثاني، هذا من المعيب يعني. يعني أنا والله من عرفتك إلى اليوم يزيد احترامك ومحبتك، ودائما يعني أنت لك مكانة كبيرة وأنت فارضة يعني. بارك الله. هذا واجبنا إذا أخواننا وأشقائنا وأصدقائنا. التواصل مهم جدا مثل ما تفضلت، يعني يجب توطيد العلاقة والمحبة والأخوة.